تعرف على أهم ما تناولته بوابة الوسط في أسبوع. الوسط ليبيا. الحكومة المؤقتة تؤكد استمرارها في محاربة الإرهاب. أكدت الحكومة الليبية المؤقتة استمرارها في محاربة الإرهاب. أكدت الحكومة الليبية المؤقتة استمرارها في محاربة الإرهاب البغيض أينما كان وحيثما وجد، حماية للمواطنين وممتلكاتهم حتى يستأصل الإرهاب من أرض الوطن. وقالت الحكومة في بيان لها يوم الأربعاء الماضي إن الجماعات الإرهابية المتطرفة قامت بارتكاب جريمة من الجرائم البشعة التي ترتكبها في حق أهل مدينة بنغازي، والتي راح ضحيتها 4 أطفال أبرياء بتاريخ 12 مايو من عام 2015 ينتمون لعائلة بوجلدين، واصفة ذلك بأنه إمعان منها في خلق مزيد من حالات المعاناة والمآسي للشعب الليبي. وقدمت الحكومة في بيانها التعازي والمواساة لعائلة بوجلدين وأهالي مدينة بنغازي وكافة الشعب الليبي، ولفتت انتباه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية لما يتعرض له المدنيون من نساء وشيوخ وأطفال من قتل وتشريد على يد تلك الجماعات الإرهابية. ديوان المحاسبة يرفض موازنة 2015 لزيادة العجز إلى 30 مليار دينار. أبدى رئيس ديوان المحاسبة الليبي عمار عبد رب صالح بعض الملاحظات على مقترح مشروع موازنة العام 2015، من أهمها ارتفاع العجز في الموازنة بقيمة تصل إلى 30 مليار دينار. إذا التقديرات الإجمالية للنفقات تبلغ 44 مليار دينار، إضافة إلى عدم وجود معايير خاصة بتقدير كمية إنتاج النفط أو قيمته، كما لم يتم تخصيص نسبة حساب الاحتياطي العام. وقال مدير المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة إن الاجتماع ناقش مشروع قانون الموازنة لعام 2015، وأبدى رئيس ديوان المحاسبة جملة من الملاحظات الهامة على الموازنة وطلب إعادة صياغتها وإجراء التعديلات عليها. وتضمنت الملاحظات التي طالب ديوان المحاسبة بتعديلها تسمية حساب الخزانة الموحد بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة، موضحا أن من له حق التصرف في النقل من أبواب الموازنة من اختصاص السلطة التشريعية وليست التنفيذية. 1500 أسرة ليبية نازحة في سبها. قالت مدير الشؤون الاجتماعية فرع سبها سميرة علي الحداد إن عدد النازحين من مختلف المدن الليبية نتيجة الاشتباكات الدامية لمدينة سبها بلغ قرابة 1500 أسرة. وأوضحت الحداد في تصريح يوم الأربعاء إلى بوابة الوسط أن فرع الشؤون الاجتماعية بسبها يواجه بعض الصعاب مثل ضيق المخازن عن استقبال مواد الإغاثة الخاصة بالنازحين، حيث تستخدم المخازن الحالية في استقبال احتياجات مدينة سبها. ونوهت الحداد إلى ضعف مخصصات الإغاثة لفرع الشؤون الاجتماعية بسبها واعتبرتها إجحافاً، ورغم ذلك يحاول الفرع تذليل الصعاب بقدر الإمكان. الوسط مصر. استطلاع: غالبية المصريين يوافقون على تعيين أبناء العمال البسطاء في سلك القضاء. السيسي يحث المؤسسات لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة. الوسط العالم. انقطاع البث الإذاعي وسماع إطلاق نار بعد خطاب للرئيس البوروندي. سيدتان تفوزان بانتخاب المجلس البلدي في قطر. والتحالف العربي: الحوثيون خرقوا الهدنة الإنسانية في اليمن. إلى اللقاء في حصاد جديد. لكم التحايا من محمود الوكيل وسلمى نجم. تابعوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار على بوابة الوسط الإلكترونية www.alwasat.ly، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام، وجوجل بلس. إلى اللقاء في حصاد جديد.